اهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو المقدم من شركة ون فاينانشال ماركت للحديث عن اهم ما تترقبه الاسواق خلال هذا الاسبوع. في الولايات المتحدة الامريكية سيكون هناك عطلة عيد الاستقلال خلال جلسة يوم الاثنين، ولكن خلال الاسبوع سيكون لدينا العديد من البيانات المهمة، منها محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خلال جلسة يوم الاربعاء، وايضا لدينا مخزون النفط الامريكي الخام ومعدلات الشكاوي من البطالة، والاهم سيكون لدينا خلال جلسة يوم الجمعة بالتحديد بيانات التوظيف، ومتوقع أن تكون بيانات غير إيجابية، تراجع في طلبات التوظيف إلى 270 ألف وظيفة واستقرار معدلات البطالة. أما في منطقة اليورو نترقب نشرة البنك المركزي الأوروبي وأي تلميحات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة. في أستراليا نترقب قرار البنك المركزي الأسترالي، ومتوقع أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة. أما في بريطانيا نترقب مؤشر مدير المشتريات الخدمي والمركب خلال شهر يونيو. وفي تركيا نترقب أيضا بيانات مهمة، وهي مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر يونيو. هذا بالنسبة لأهم البيانات المرتقبة خلال هذا الأسبوع. شكرا للمتابعة، وانتظرونا في فيديوهات أخرى.